السلام عليكم ورحمه الله. عائله عساه. عائله منو؟ عساه. وين ابو عساه؟ ليه روحتن؟ ليه؟ ما ابي. فزع والله لا قطك العيد. عائلة منو؟ عائلة ابو عسى خلاص. اي عائلة ابو عسى. ولا تضحك بغا تفهم. عائلة عسى. عسى هو عسى خلاص. يلا حي هيثم. الله يبارك. يا هلا وسهلا. هيثم. وين حنا الحين؟ الحين حنا بجدة. بجدة وين موقعها؟ بجدة موقعها شو اسمه؟ غرب تبوك. غرب تبوك. عسى كيف شفت المنطقة؟ والله ما شاء الله. يا سلام. انت في ابو عوض هيثم. انت في ابو عوض. لعبتي يا ابو عوض. جاك الرمي يا ابو عوض، جاك الرمي. حد جنابي. يلا حد جنابي. لو عساف انت اكشر يا عساف. فزع فزع. لا لا خلاص 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 خلاص. الله الله شفتوا طيارة الدرون؟ ودنا ناخذ منها لقطة وننزلها لكم في اليوتيوب هنا في هالمقطع. طبعا المصور المبدع فهد هنا. يا سلام يا سلام يا سلام. وفي تصميم المعاذ نحاول ان ننزله بعد هنا. معاذ مصور درجة اولى. اسمعوا يا شباب. جاهزين؟ جاهزين يا شباب؟ نبي نسوي تحدي. بنحط لنا علبة ولا اي شيء ثابت هناك وترمونه بالحصى. واذا طاح اللي يطيح هو الفايز. زين؟ من اللي يتوقع انه يفوز؟ انا. طيب حلو ممتاز. طيب وش نحط؟ وش نحط؟ انا اقول علبه ماء. ما في علبه ماء، ما في شيء. دوروا اذا لقيت. عندي 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 فكره. فهد ارموا فهد، اذا طاح فهد تعتبر فايز. زين؟ بس لازم يطيح. زين؟ يعني يموت ولا شيء. والله اذا طيحت فهد عز الله انت الفايز. عين اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. اكيد اكيد. ترى اليسرى اصعب لان من الجهه الثانيه. تقدر ولا ما تقدر؟ اقول اليمنى. شباب تدرون هنا في كهف؟ كهف لا يكون في ذيب. انت الذيب. اي والله اني ذيب. وين الكهف؟ قدام ولا يمين ولا شيء؟ انتبه هيثم. وين الكهف؟ يلا انزل يلا 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 انزل انزل فزاع. حاول تطيح على وجهك فزاع. زين يا شباب اذا يمديك تطيح على وجهك. زين يلا 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 خلونا نشوف الكهف اللي يقول عنه هيثم. وين يا هيثم؟ هنا. متاكد ان في كهف؟ اي والله يبا. وينه؟ اخ والعيال صد. فزاع فزاع هذا كهف. كهف. اسمعي فزاع. الحين هذا هو الكهف قدامنا. من اول واحد يدخل الكهف؟ انا اول واحد. انا اللي بدخل. عساف لا. اصبر اصبر اصبر. ايش تقول هيثم؟ ها؟ ايش تقول؟ اقول له يا عساف لا تدخل، يمكن في ذيب شيء. طيب يعني تبي تدخل انت؟ لا. ما انت داخل وانت يا فزاع؟ لا. افا. يمكن ادخل. ها؟ ادخل. طيب وقف وقف عساف. تعال تعال تعال. يلا تدخل يا فزاع. تدخل؟ تعال يا عساه. يلا خلونا نشوف. خلينا نشوف البطل فزاع. والله المتابعين بالتعليقات يقولون فزاع بطل. بس ما ندري. يا مكتشف الكهف. افا افا اصبر اصبر اصبر. لا طيح لا طيح. رح رح رح. انت بطل، انت قوي، انت تستطيع. انا خايف. طيب لا ما انت خايف. طيب راح وراك راح وراك. ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في. ادخل. استنى هيثم هيثم هيثم. يلا ادخل هيثم. تعال فزع. يلا شوي شوي هيثم. ابغى احد يدي نور. يلا نورك يكفي. بس يلا مع السلامه هيثم. يلا اتركوا 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 اتركوا. ها نشوفك في الحلقه القادمه يا هيثم. نشوفك عظام ماكلك الذيب. ها شيك. ها انا بدخل. انا اللي بدخل. يلا تعال يلا. ها
هذه بدايته، تبي فزعه، هذه بدايته، هذا اللي بيسمع علمه. اطلع اطلع انتوا هالعصبه، يلا 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 ادخل. والله انتوا اخوة الحيزه، يلا تقدر. والله ما يمكن خيط عنكبوت عادي، وش المشكله؟ ادخل 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 رجاء 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 ادخل 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 ها ادخل ادخل. اوفا وين الرجال؟ وين الرجال؟ يلا ادخل. هيا وين رحت؟ تعال 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 فزع فزع. وين رايح؟ فزع فزع تعال تعال. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وقف وقف على ابليسك، وقف وقف. بغيت تطيح، بغيت تولي، وقف وقف. اعوذ بالله. ايش مالك؟ تعبته؟ اي وقف، انا اقول لك وقف. بدأت الفعاليات، اسعد الله مساكم وحياكم الله. يا ويلك ترزق عبهم نال تقل دمي قولوا علي وصلت اللبه عبي وانا وياك يا عمي طار علي وصلت اللبه عبي وانا وياك يا عمي. عاش حسانك يا رب تنجينا منهم، يا رب تنجينا، يا
يا وش على الحات اللي وقعت به. يا رب يا حسن يا رب. يا ساتر يا بنتهم انا لله هو يا رب يا ساتر يا رب يا رب. الله لا يجيبهم. وش الله جابهم لي؟ أنا أها طلع اللي بجوبك. طلع اللي بجوبك. طلع بجوبك. ما معشين. طلع بجوبك. ما معشين يا رجل. طلع اللي بجوبك. شوف. انشر لكام. انشر لكام. هاي سارة. شلو. يعرفونك من الرجاجير كله. مش النشر. معقول. ايه كل العلوم تعرف كم. معقول. ايه نعم. النشر هذا كل العالم. جيب الدراهم. ما مع دراهم. تخيلك النشر يجيب الدراهم ولا لا؟ يجيب الدراهم يجيب كل شيء. بس فكوني فكوني يا رجال يجيب لكم كل شيء. هل انتم تبوني يجيكم؟ بالله احنا وش وقعنا؟ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. بالله عليك بالله عليك عدني هذا وش قهوه؟ والله خلاص خلاص ولد رماح. قصيت هذا شنو به الايام؟ هو ظلمه اول لي هذا شنو به؟ بس قصيته ليه؟ لانه ضاق مع الشعيب وانا اقول لا خوفين انحل راتبنا بسبعة